وينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ مجدي شاكر، الباحث السياحي والأثري. أستاذ مجدي، بعد التحية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، مصر بتعد الوجهة السياحية الأولى لأوزبكستان، عدد كبير من شعب أوزبكستان يفضل مصر كوجهة سياحية، كيفية تنمية ذلك؟ أنا بشكر حضرتك على التواصل. وحضرتك علاقتنا بأوزبكستان ليست يعني وليدة اليوم، احنا علاقتنا بدأت من يعني من العصور الوسطى، من القرن ال 14. يعني معروف إن المماليك اللي كانوا لهم دور كبير جدا في مصر، واحنا عندنا حكم مصر لفترة كبيرة جدا، يعني معظمهم جايين من هذه المنطقة. عندنا أشهرهم طبعا عندنا السلطان قايتباي، لما كاف احنا كلنا بنعدي على حديقه الأزبكية واحنا ما نعرفش ان هذه الحديقه جايه من يعني حد مهم جدا اسمه سيف الدين ابن أزبك، هو جاي من أوزبكستان اصلا. فمنطقه العتبه دي كلها اكيد واحنا بنعدي افتكروا ان هذه المنطقه تنسب الى احد يعني مشهور جدا، لان قايتباي كان حاكم مصر المملوكي، فهو ادى لهذا الرجل، كان قائد الجيش بتاعه ده لهذه المنطقه، فبنى فيها بيته وتحولت الى ما يسمى بحي الأزبكية كله. وبالتالي احنا قدام مكان مهم جدا. عندنا برضو مصر وأوزبكستان كانت تقع على طريق الحرير، لان مصر في هذه المنطقه، فطريق الحرير هو كان طريق تجاري مهم جدا، كان موصل للهند والصين، وكان طبعا في مصر واوزبكستان. فبالتالي علاقتنا قديمه جدا. عندنا طبعا في العصر الاسلامي عندنا مجموعه من المشاهير جدا، في الامام البخاري والترمذي والخوارزمي والبيروني وابن سينا، كل دول وعمر الخيام طبعا، كل دول مؤثرين طبعا في الثقافه الاسلاميه اللي بتربطنا. الدين الاسلامي معروف هو الدين الاول في اوزبكستان، وبالتالي كل هؤلاء الناس احنا اكيد متاثرين بيهم. بجانب طبعا الازهر، معروف ان كميه كبيره او من الطلاب بياتوا للازهر، والازهر له مكانه كبيره جدا في العالم الاسلامي كله، وخاصه في هذه البلد. كمان سنه 91 مصر كانت اول دوله تعترف، من اوائل الدول اللي اعترفت بدولة أوزبكستان، ومن أوائل الدول اللي فتحت لها سفارة لها هنا. حتى لما رئيسها بيجي يعني بيروح يزور مزارات آل البيت، لأنه بيهتم سيدنا الإمام الحس، معروف إن مجموعة من أولياء الله الصالحين مدفونة في مصر هنا، وبالتالي هم بيجوا يزوروا هذه الأماكن. وفي مجموعة من الأماكن الأثرية هم ساهموا فيها، عندنا يعني أحمد الفرغاني مشهور جدا جدا، المهندس ده هو جاي من هذه المنطقة، وهو اللي اشترك في بناء مقياس النيل اللي هو موجود في منطقة المنيل. كمان ذكر إن هو اللي بنى أو هو اللي أسس وهندس جامع أحمد بن طولون، هو هذا الرجل، وله تمثال مشهور جدا جدا في وسط في وسط البلد. وبالتالي إحنا علاقتنا بهذه الدولة هي علاقة ممتدة. فلذلك لما تعتبر مصر من اهم ثلاث مقاصد بالنسبه لاوزبكستان، هو طبعا ليس بجديد، خاصه ان هم زي ما قلت لحضرتك هم مسلمين، ومصر بالنسبه لهم جو يعني بالنسبه لهم كبلد اسلامي مهم جدا جدا، معظمهم تعلموا فيه وكلهم يعرفوه وكلهم نهلوا العلم من عنده، بجانب طبعا مقاصد السياحه الاخرى زي شرم الشيخ والغردقه، هم برضو بيفضلوا. كنت لسه يعني بصدد ان انا اسال حضرتك عن نوعيه السياحه اللي بيقصدها الاوزبكستاني، هل هي سياحة ترفيهية أم سياحة ثقافية؟ جزء منها ثقافي طبعا، لأن زي ما قلت لحضرتك هم يعني في علاقات ثقافية بيننا وبينهم كبيرة. وكان السنة اللي فاتت بالظبط كان في اجتماع مهم جدا بين السيد وزير الصحة والآثار الدكتور خالد العناني وبين وزير الثقافة في هذه البلد، واتفقوا على مجموعة من الاتفاقيات الثقافية والأثرية والمتاحف. معروف إن مصر من 2020 فيها نهضة كبيرة جدا متاحف، فهم عايزين يستفيدوا من هذه التجربة. برضه هم مهتمين جدا بالسياحة الشاطئية اللي هي في منطقة الغردقة أو شرم. هو معروف إن مصر كمقصد سياحي بالنسبة لهذه الدول هو مقصد يعني آمن، لأنه في جزء من الثقافة اللي هو الثقافة الإسلامية بتربطنا ما بينهم، وبالتالي والملابس والعادات والتقاليد، ومعروف زي ما قلت لحضرتك أسماء بعض العلماء اللي هي موجودة زي البخاري زي عمر الخيام ابن سينا، الأسماء حتى النوع الثقافي مرتبط ما بيننا وما بينهم، وبالتالي جزء منه ثقافي وجزء منه طبعا ترفيهي. وبالتالي مهم جدا جدا ان احنا نفتح خطوط مباشره ما بيننا وبين هذه الدول، دول جنوب شرق اسيا، مهم جدا جدا ان تسهم في الترويج السياحي بالنسبه لمصر في هذه الاماكن المهمه. صحيح. بالنسبه لنا ولابد العمل على الترويج والتنميه لهذا هذه المنطقه في قطاع السياحه، لكن رؤيتك لهذا الترويج كيف يكون؟ والله زياره السيد الرئيس في خلال الشهور اللي فاتت لهذه البلد، وزيارة الرئيس كمان أوزبكستان النهاردة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات جميعة ومن ضمنها السياحة، أنا شايف إن دي خطوة
هامه جدا جدا في يعني في ان احنا نحقق عائد سياحي. انا بتكلم على الجانب اللي يخصني والجانب السياحي. عارفه حضرتك مصر دلوقتي في جميع وكالات الانباء ومؤسسه فيتش للائتمان يعني وضعت مصر الاسبوع اللي فات من اهم 10 مقاصد سياحيه على مستوى العالم. عندنا المتحف المصري الكبير اللي ان شاء الله كل بينتظر افتتاحه. فاحنا يعني الدوله بدات تضع السياحه على راس اولوياتها وبدات تفتح اسواق جديده. يعني كان زمان احنا كان للاسف كان معظم اسواقنا اوروبا وامريكا. احنا دلوقتي بدانا ننوع المقاصد السياحيه ونفتح اسواق جديده في دول اسيا، نفتح في امريكا اللاتينيه، وبالتالي بقى هو التنوع ودي شيء مطلوب عشان ننوع المقاصد بتاعتنا. ومصر فيها مصر فيها كل انواع السياحه وبالتالي تسمح بان احنا نجيب سواح من كل دول العالم ومنطقه خاصه الدول الاسلاميه التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. احنا بينا وما بينهم روابط تاريخيه مهمه جدا جدا، بقول لحضرتك من القرن ال 14 هناك روابط تاريخيه، لهم جزء من تاريخهم موجود عندنا، فهم دايما عندهم حنين انه بيجوا يدوروا مع عائلاتهم وبيدوروا على اصولهم وبعض الملوك المماليك اللي هم جم من عندهم. فانا شايف ان دي مهمه جدا جدا نشتغل على هذه الجزئيه اكتر، الجزء الثقافي مهم جدا، عكس بيننا وبين اوروبا وبين امريكا ما فيش علاقات ثقافيه قويه زي هذه الدول. فانا شايف ان دي فرصه مهمه جدا جدا في المستقبل ان شاء الله ان احنا نفتح اسواق لهذه البلاد ويبقى في خطوط طيران مباشره ما بيننا وما بينهم. اعتقد ان خلال الايام اللي جايه احنا هنشوف نتائج زياره النهارده هتظهر على ارض الواقع خلال ان شاء الله الأثرية والأشهر القادمة بإذن الله. بشكرك أستاذ مجدي شاكر الباحث السياحي والأثري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.